لأنه إحنا أول شيء نتكلم عن وزارة التعليم، وزارة التعليم هي المسؤولة عن الطفولة المبكرة حتى الجامعات، ولا مع استقلالية الجامعات يبقى أيضا إنه المظلة الكبرى لها هي وزارة التعليم، فهذا يسهل البرنامج بالتعاون مع البرنامج يسهل انه يكون هناك حلقه وصل واضحه من الطفوله المبكره حتى التخرج من الجامعات وحتى مدى الحياه التعلم مدى الحياه. ارجع اقول هناك يجب ان يكون حلول عاجله ل خلينا نقول المراحل الجامعيه، ثم ايضا يكون هناك خطط استراتيجيه تبدا من الطفوله المبكره لمعالجه قضيه انه التوجه الحقيقي. في الاستطلاع تكلموا عن المشاركه الوالدين او الاقارب، صحيح. ارجع اقول المشاركه هي ليست اتخاذ القرار يعني بدل الابن، لا، هي مساعدة الابن في واحد الاطلاع على الوظائف. يا جماعة أنا أقول في كثير من البرامج اللي تطلع الآن في السوق، كثير من البرامج العائلة ما هي قاعدة تساعد الابن أنه يزورها. هاكاثونز تقام، معسكرات تتحكم فيها يعني كثير من القطاعات والحكومة يعني تنفذها، كثير من البرامج التي تعلن في التلفزيون وغيرها في وسائل التواصل الاجتماعي، العائلة نوعا ما يجب أن تشارك في تثقيف الطفل او الابن عن هذه خلينا نقول التغيرات اللي قاعده تصير في سوق العمل، فبحيث انه يدخل الثانويه. الان طبعا الثانويات تختلف، الان ما عاد فيها ادبي وعلمي، الان صار فيها كانها مسارات واضحه يدخلها صناعي او محاسبه من الثانويه، فهذا نوع ما بتسهل على الجامعات كثير او يعني تقطع شوط على الجامعات. ايضا لما يدخل في الجامعه ذكرنا أنه الجامعة يجب أن لا تكون فقط مهيئة معرفيا ومهاريا، يجب أن تدخل المهارات الأساسية التي ذكرها الأستاذ عبد العزيز.